هل تشبه فيه انت اصلا الرهب في ليبيا؟ هو رسالته توصل ولا ما توصلش ولا غير يسمعوا فيه بشوف؟ اسمع يعني بيقولوا رساله وانا كنت نقول رساله، فانا انسان فهمتي، كل يوم نتعلم حاجه جديده فهمتي كيف. كنا نقوله بس الرهب وسيله مش رساله فهمتي، وسيله ننتقدوا بها، وسيله نتمردوا بها على اللي متمردين علينا بالقانون المزيف، يعض انه هو ما فيش قانون فهمتي كيف. فهو وسيله ندافعوا بها على انفسنا وكيف نقول في راب، انا نقول في راب بلسان وبصوت الناس اللي ما عندهمش صوت، نتكلم بلسان الشباب، بلسان الشارع، بلسان الناس المهمشه، بلسان المواضيع هذه. فاحنا حنكونوا صوت اللي ما عنده صوت، والراب متاعنا وسيله دفاع عن انفسنا ودفاع عن الناس المظلومه والمتهمشه. اوكي، بما انك انت يعني هو الراب فعلا يوصل في صوت ناس قد هلبه مش قادره توصل صوتها، تمام. انا في موضوع مضايقني شويه، هو موضوع ان الليبيات المتزوجات من اجانب صغارهم مش قادرين ان هم ياخذوا الجنسيه الليبيه، وقاعدين يتعاملوا في ليبيا، يكونوا عايشين في ليبيا، مولودين في ليبيا وكل شيء، وقاعدين يتعاملوا كانهم مغتربين بحكم ان امهم تكون ليبيه. والله شوف الموضوع هذا حتى انا يمس فيا هلبة، وشفت مع اني معظم الامهات الليبيات اللي متجوزين من اجانب في ليبيا طلعوا احتجاجات قداش المره في طرابلس في ميدان الشهداء، وما صار شيء. الموضوع هذا لعن تو ما فيش حد التفت لهم اصلا ولا شبح لهم. نحب انا نقول لك على حاجه يمكن حتى الناس اللي تتابع فينا وتتفرج علينا تو يمكن ما تعرفهاش. القانون هذا راه ماهوش قانوننا احنا، هذا قانون استخباراتي، قانون استخباراتي في عهد القدافي اتطبق على خاطر زمان. حتى الجيش المصري وكذا، نص الجيش تلقيهم اللي في الجيش، الجنود اللي في الجيش المصري يقول لك اصلهم صهيوني فهمتي كيف. استخدموا القانون هذا ان هم يجيبوا من ناس برا ومن برا من دا، باش ما يعرفكش انت وباش ما يعرفهاش فهمتي. فتطبق القانون هذا بحكم الجهل اللي كنا فيه احنا، وقاعد يطبق لعند اليوم. لكن علاش اليوم احنا درنا ثوره في 2011؟ معناها احنا ناس حرار تعلمنا وفاهمين، وعندنا ناس كانت برا عايشه متعلمه متقفه، مفروض الشيء هذا تغير. سيدي الرئيس اللي انت تو انت ما شاء الله انسان متعلم ومتقف ومسافر وتعرف القانون بالمليح، هذا ماهوش قانوننا احنا كاسلام. علاش الجزيري والمغربي يعني الام الجزيريه والمغربيه والتونسيه والدول المجاوره في جنبنا تقدري تاخذي انت جنسيه؟ خاطر الناس متعلمين فهمتي كيف، فاهمين. احنا قاعدين بالقانون الاول، صح نادرنا ثوره ومواضيع زي، لكن ما فيش دستور قاعد، قانون نتاع عصر عهد القدافي قاعد ماشي هو نفس الشيء، غير الفكره انه كان الشيء. في شخص تودوا هالباشخاص صح، هذا اللي تغير في الموضوع كله. انا معاهم مع اخواتي الليبيات معهم قلبا وقالبا، اللي متجوزات من اجانب سواء يعيشوا برا او يعيشوا في ليبيا انا معهم، لان اولادهم هم اولاد بلادي، وولد اختي هو هذا طبعا ولد اختي حيكون فهمتي كيف. فانه هو يحق له انه ياخذ جنسيه، ونتمنى نتمنى ان من الشعب الليبي كله هاشتاج على الموضوع هذا يهتموا به شويه، ان ابناء الليبيات المتزوجات من الاجانب يحق لهم ياخذوا الجنسيه الليبيه، ان هم اصلا ليبيين لانهم هم ابنائنا، ابنائنا طبعا، اولاد بناتنا طبعا، اولاد اخواتنا فهمت طبعاً. كيف؟ ما نجيش نعامل الطفل او قصدي اي ابن الليبيه المتزوج من اجنبي كانه في ليبيا هو براني، لا صح. هو قصدي ولد البلاد، هذا ولد بلاد، ولد اختي هذا بحق لأنه هو ياخذ الجنسيه. وانا نتمنى من المسؤولين يلتفتوا للموضوع هذا ويدرسوه كويس. لا مو فيه والله يسمي، ما نحبوش نظلموا احنا، في ناس مسؤولين وما شاء الله عليهم، لكن ما عندهمش لو في قدره انهم يتكلموا فهمتي. انا في رايي ما فيش، هو فيه نور، لكن في اللي ما يقدرش يتكلم، لان تعرفي البلاد غادي تو حتى اللي مش راضي على حاجه فبيضر نفسه لو تكلم فهمتي، يعني وبيضر عائلته وبيضر كذا. فنتمنى انهم كلهم يوقفوا وقفه واحده، يد واحده مع بعضهم، وفي الاتحاد قوه زمان تعلمناها، لما يتحدوا كلهم مع بعض وما يقدرش حد يطب فيهم ويوقفوا الموضوع هذا ويشوفوه. لو مني انا وعد كامسي ميجو حنوتي عمل للامهات الليبيات اللي متجوزات من اجانب واللي صغارهم ماخذوش الجنسيه الليبيه، وعد مني انا كسراج امسي ميجو عندي عمل على الموضوع هذا، متاكد حيسمعوه وحيغير شويه. هذا اللي في جهدي انا نقدر نديره وحنديره باذن الله. عشيري عموش دير اي لقطه فكنا من البيت هذاك.